حضراتكم طيبين، وبنرحب بحضراتكم مره ثانيه في رحاب المجلس الاعلى للثقافه. نستكمل فعاليات هذا المؤتمر الدولي الهام اللي هو تحت عنوان التنميه الثقافيه المستدامه وبناء الانسان. موضوع اظن ان حضراتكم شاركتوا في جلساته من ساعه الافتتاح من اول امبارح. الحقيقه مؤتمر بنشكر الزملاء في المجلس فيه كشاعر او رغبه ليه. جلسات قوية، فإن شاء الله يكون في النهارده في جلسة كتابية توصيات مهمة. ويعني احنا بنطلب من حضراتكم لو إن في أي أحد من السادة أو الحضور المشاركين معانا شعر إن في توصية مهمة أو مسألة ليها علاقة بالموضوع يحب إن هو يضمنها في تقرير التوصيات، بنرجو عليه إن هو يتوجه ل سكرتارية الجلسة اللي هو موجود فيها، واحنا ان شاء الله هنرفعها لأمانة النظام علشان نضمنها في الجلسة الختامية. بنرحب بحضراتكم جميعا، وبستأذنكم بس نعمل الموبايلات سايلنت عشان يعني ما تشويش على السادة المتحدثين والمشاركين. طبعا انا بسم الله ما شاء الله شايفة يعني وجوه باسمة ووجوه جميلة وثقافة فاضل واعلاميين متميزين واساتذة اجلاء اساتذتنا، وانا يعني ودي ارحب باسم فاعذروني طبعا عشان الوقت، لكن يعني برضو انا احب ان انا اشكر زملائي في لجنه الاعلام المجلس الاعلى للثقافه موجودين النهارده مشاركين معانا، الاستاذ خالد مهندس رئيس قطاع الاخبار، الاستاذ انس الوجود رئيس الصفحه الثقافيه في جريده الوقت، وكل الزملاء الافاضل اللي موجودين. الجلسه دي جلسه ليها خصوصيه وليها طبيعه خاصه لانها بترتبط بمتغير مهم كلنا مهتمين بيه وكلنا يعني بنتكلم عنه، الاعلام. الاعلام ودور الاعلام، يعني لو الحال اتظبط يبقى بسبب الاعلام، الحال ما اتظبطش بسبب الاعلام. الاعلام تعب الناس كلها، وواضح ان مشكله الاعلام دي مشكله في العالم العربي كله، الوطن العربي كله، واكيد زملائي على المنصه وبرضه مشاركات حضراتكم هنشوف ان في كثير من الاتفاق في ازمه الاعلام في العالم العربي. فما بالكم لما الاعلام وهو بهذه الحاله المرتبكه يرتبط بالجناح الاخر في التنميه للمجتمع العربي وهو الثقافه. يعني الاعلام حاله مرتبك، والعلاقه ما بين الاعلام والثقافه ايضا علاقه مرتبكه. يعني المفروض ان الجناحين اللي بيها المواطن العربي يستطيع ان يرفع من درجه الوعي ويستطيع ان يتطور الى التنميه، الجناحين اللي هم الاعلام والثقافه اللي مفترض ان هم يكونوا يعني على وفاق وعلى تفاهم هم في صدام. يعني رجال الاعلام يشعرون ان رجال الثقافه في برج عالي، ورجال الثقافه يشعرون ان رجال الاعلام او نساء الاعلام هم يعني يعتمدون على الشكل الخارجي والسطحيه بشكل جميل. ايهما مصيب في رايه؟ مشكله يعني ان لم نجد حل لتقريب هذه الفجوه هنتعثر كثيرا في تحقيق انجازات على مستوى التنميه الثقافيه للمواطن العربي ورفع الوعي لديه. هذه الجلسه غير الاعلام بترتبط بمتغير اخر شديد الخطوره وهو الخرافات. مدى انتشار الخرافات في الوطن العربي، وهل الاعلام في عالمنا العربي مؤثر بشكل او باخر في نشر هذه الخرافات؟ ممكن قوي حد يفكر في فكره اللي بنشوفه على بعض الفضائيات زي يعني برامج السحر والدجل وقلب الحبيب والحاجات دي كلها، هل احنا في العالم العربي يعني مستعدين لمثل هذه النوع من البرامج؟ هل هذه رساله اعلاميه؟ انا طبعا يعني بما ان انا يعني زي ما قلت لكم في الاول انا متحيزه للاعلام، لكن انا مش هستخدم صلاحياتي وسلطاتي كثيره في اداره الجلسه لان عندي اوراق ثريه للغايه اظن ان حضراتكم هتستمتعوا بيها وتشاركوا ضيوفي على اللقاء. نبدأ الأول مع الضيف الأول وهو من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو الدكتور قحطان عدنان، سوري الدكتور رياض بن ناصر الفريجي. والدكتور رياض سيتحدث حول تأثير وسائل الإعلام الجديد في التنمية الثقافية وبناء الإنسان في ظل العولمة رأفة الواقع واستشراف المستقبل. الدكتور رياض ما شاء الله عنده سيرة ذاتية عامرة، فأنا سأقل هنا بعض الفقرات. هو باحث دكتوراه بجامعه الامام محمد بن سعود في الاذاعه والتلفزيون والفيلم
ماجستير اعلام رقمي من جامعه الملك سعود، بكالوريوس هندسه كيميائيه من جامعه الملك سعود، مميز معتمد في اعداد الحملات الاعلاميه، مدرب معتمد في برنامج ماهر لصناعه شباب المستقبل، وهو ايضا حاصل على جائزه الامير محمد بن فهد، او هو يعني صله بجائزه الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز للتفوق العلمي. لديه خبرات عمليه متعدده، رئيس وحده الاعلام ومؤسسه الربح الخيريه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه رياض الاعلام، المدير العام لصحيفه سبق الالكترونيه، وكثير من المشاركات والعضويات بسم الله ما شاء الله، والتدريب ودرب اكثر من 3000 متدرب، فيعني بسم الله ما شاء الله سيره يعني عامله للدكتور رياض. اذا سنبدا الان مع الضيف الاول او المتحدث الاول في هذه الجلسه. دكتور رياض لديك 20 دقيقه. مشكلة البحث أبحث إعلام بوسائل مختلفة
ولا سيما وسائل الاعلام الجديده الوسيله الاكثر حضورا في كل المجالات بلا استثناء، واصبح يشكل يعني حضورا قويا حسب وعي المجتمع به. لهذا نجد ان المجتمعات المتقدمه في دروب الثقافه المتنوعه تعول عليه وتخشى، ومن هنا تتبلور مشكله البحث في التعرف عن قرب على تاثير وسائل الاعلام الجديد في التنميه الثقافيه وبناء الانسان في ظل العولمه من خلال قراءه الواقع واسرار المستقبل لما تحظى به التنميه الثقافيه من اهميه كبيره تجعلها معبره عن الواقع الاجتماعي من خلال استيعاب المجتمع لثقافته على مشروعاته التنمويه الكبيره الشامله، واحداث تنميه ثقافيه تنطلق من بناء خطط تنمويه فكريه وفنيه وإبداعية وثقافية تستوعب الثقافة العالمية وتكييفها مع مستجدات عصر العولمة بدلا من تحجيمها وتستهدف في المقام الأول بناء الإنسان. هناك مجموعة من مصطلحات البحث والمفاهيم الإجرائية أحاول أن أتخطاها سريعا حتى لا نستهلك فيها الوقت. المصطلح الأول وسائل الإعلام الجديد، وأعني به تحديدا كل أنواع الإعلام الرقمي الذي يقدم في شكل تفاعلي. المصطلح الآخر التنمية الثقافية، وسوف تجدون مزيد من البسط عنه في ثنايا البحث، ويبدو ان الزملاء الباحثين والمشاركين السابقين اشبعوه طرحا. اتخطى ايضا مصطلح بناء الانسان، ايضا مصطلح العولمه. عندي مثلا مصطلح العولمه تعليق بسيط على موضوع العولمه، انه العولمه التي نقصدها في هذا البحث هي ايديولوجيا ما يعكس اراده الهيمنه على العالم. العولمه التي يتبناها البحث هي نظام او نسق ذو ابعاد تتجاوز دائره الاقتصاد، وتعني الدعوه الى تبني نموذج معين يعكس مظهرا اساسيا من مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا، وهي ايضا ايديولوجيا تعبر بصوره مباشره عن اراده الهيمنه على العالم وامرته. بالنسبه لدوافع اختيار موضوع الدراسه، الشح الذي لاحظته في الدراسات العلميه التي تتعلق بهذا الموضوع، ورغبه في معرفه تاثير استخدام وسائل الاعلام، وحرصا في الاسهام في سرد ثغره بحثيه في مثل هذه القضايا الثقافيه الجيده. اهميه البحث، نقول اهميه البحث في انه تناول موضوعا هاما عرف نقصا كبيرا على مستوى الابحاث العلميه والاكاديميه، ايضا الكشف عن الغموض بقصد استجلاء المعرفه والاشياء الدقيقه، ايضا معالجه موضوع التنميه الثقافيه ومقاربتها مع وسائل الاعلام الجديد، وتشخيص واقع الهويه الثقافيه في ظل عصر العولمه، وتقديم رؤيه استشرافيه مصحوبه بمجموعه من التوصيات. بالنسبه للتساؤلات البحث، كان عندي ايضا قبل التساؤلات مجموعه من الاهداف اللي هي التعرف على دور وسائل الاعلام الجديد في تحقيق التنميه الثقافيه في المجتمعات العربيه، وتحديد الابعاد الخفيه لتكنولوجيات الاعلام والاتصال على اشكاليه التنميه الثقافيه وبناء الانسان في المجتمع العربي، ومحاوله التعرف عن قرب على ابرز تحديات العولمه الثقافيه للمجتمع العربي، وايضاح دور وسائل الاعلام الجديد في مواجهه تحديات بناء الانسان في ظل عصر العولمه، والمساعده في صياغه رؤيه استشرافيه لتحقيق مفهوم التنميه الثقافيه وبناء الانسان في ظل متطلبات العالم المتغير. اخيرا، تنوير الباحثين والخبراء والدارسين والمهتمين بقضايا التنميه الثقافيه لاهميه تكنولوجيات الاتصال ووسائل الاعلام الجديد من اجل بذل المزيد من البحوث العلميه لوضع استراتيجيه استشرافيه لتحقيق مفهوم التنميه الثقافيه وبناء الانسان في المستقبل الذي يمتلئ بتحديات العالم. بالنسبه للتساؤلات، مجموعه من التساؤلات هي امامكم ايضا موجوده بتفصيلها في ان شاء الله في الكتاب الذي سنوزع في النهايه المؤلمه. بالنسبه للاطار النظري للبحث، اعتمدت على بعض فروض نظريه الاعتماد على وسائل الاعلام بما يخدم اهداف البحث وحقق اغراضه، حيث تستند الفكره الاساسيه لنظريه الاعتماد الى ان اعتماد الافراد على وسائل الاعلام لا يتم بمعزل عن تاثير المجتمع الذي يعيش الفرد داخله، وان قدره وسائل الاعلام على التاثير تزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متميز ومستمر. ويتمثل الفرد الرئيسي نظرية الاعتماد في قيام الفرد بالاعتماد على وسائل الاعلام لاشباع احتياجاته من خلال استخدام الوسيله، وكلما لعبت الوسيله دورا هاما في حياه الاشخاص زاد تاثيرها واصبح دورها اكثر اهميه ومركزيه، وبذلك تنشا العلاقه بين شده الاعتماد ودرجه تاثير الوسيله لدى الاشخاص، وتقل درجه اعتماده على النظام الاعلامي في حاله وجود قنوات بديله للمعلومه. ويمكن القول ان نظريه الاعتماد تتداخل ايضا مع نظريه الاستخدامات والاشباعات، بان الجمهور يعتمد على معلومات وسائل الاعلام التقليديه والجديده لتحقيق حاجاته وللحصول على اهداف معينه، وايضا تتداخل مع نظريه الغرس الثقافي في ان كل منهما يسعى الى تكوين الاراء والاتجاهات من خلال مداومه الجمهور على متابعه وسائل الاعلام، ومن ثم
تؤثر وسائل الإعلام في مجرى تطور البشر لوجود علاقة سببية بين التعرض لوسائل الإعلام والسلوك البشري، وأن آثار هذه الوسائل عديدة ومختلفة الشدة، وقد يكون وقد تكون قصيرة الأمد أو طويلة الأمد، ظاهرة أو مستترة، قوية أم ضعيفة، ويمكن أن تؤثر في الآراء أو القيم ومستوى المعلومات والمهارات والذوق والسلوك. نقف بعد ذلك إلى المحور الأول من محاور هذه الورقة اللي هي وسائل الإعلام الجديد المفهوم الخصائص، أيضا محاور اللي ما أستغرق فيها كثيرا لأنها أشياء نظرية وأيضا بالإمكان الرجوع إليها في البحث الإجمالي. يعد مفهوم الإعلام الجديد مصطلحا حديث العهد، عكس في بدايات التطور التقني الكبير الذي طرأ على استخدام تكنولوجيا الصوت والصورة في الإعلام، ولاحقا بعد ثورة شبكة الإنترنت تطبق على كل ما يمكن استخدامه من قبل الأفراد والجماعات على هذه الشبكة المعلوماتية العملاقة. ونستعرض في السطور المقبلة إن شاء الله خصائص الإعلام الجديد وسماته والظاهر في المجتمع والأفكار الفاعلة لقراءة تأثير وسائل الإعلام الجديد لقضية التنمية الثقافية وإشكاليات بناء الإنسان باعتبارها من القضايا التي تؤرق المجتمع. بالنسبة لأقسام الإعلام الجديد، يعني الإعلام الجديد يقسم إلى أربعة أقسام: الإعلام الجديد القائم على الإنترنت، والإعلام الجديد القائم على الأجهزة المحمولة ومنصات الوسائل، وأيضا القائم على منصة الكمبيوتر. بالنسبة للوسائل، وسائل الإعلام الجديد أيضا قسمت إلى يعني أربعة تقسيمات: مواقع الشبكات الاجتماعية وأشهرها موقع فيسبوك، أيضا مواقع الويكي وأشهرها موقع ويكيبيديا، أيضا المنتديات، أيضا مجتمعات المحتوى والإعلام أشهرها موقع اليوتيوب وموقع فليكر، وأيضا موقع التدوين الصغير مايكرو بلوجينج، وأيضا تويتر. بالنسبة لخصائص الإعلام الجديد وسماته: التفاعلية وأيضا المشاركة والانتشار والحركة والمرونة والكونية والانتباه والتركيز واندماج الوسائل والتخزين والحفظ والتزامن. يعني يدرون على موضوع السرعة، بس حتى نصل إلى يعني بيت القصيد في هذا البحث، يعني حتى الآن أخذت نص الوقت لموضوع المراقب أمامي هو أن التزامن. النقطة في ذلك: ما هي التنمية الثقافية بين قراءة الواقع واستشراف المستقبل؟ يعد مفهوم التنمية الثقافية مفهوما حديثا بالنسبة لأدبيات التنمية في العالم العربي، وذلك لأنه دارج حتى فترة قليلة في مصطلحات التنمية كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك مفهوم شامل هو التنمية البشرية. يعني هناك مجموعة من الأهميات التي تشرف هذا المجتمع شعورا بالأمان، أيضا تميد الأفراد بمجموعة من الأنماط السلوكية الجديدة، أيضا فيما يتعلق بإشباع حاجاتهم البيولوجية المحافظة على بقائهم باستمرار، وأيضا تمدهم بمجموعة من القوانين والأنظمة التي تتيح لهم سبل التعاون والتكيف مع المواقف الحياتية وتيسر لهم سبل التفاعل الاجتماعي، أيضا تجعل الفرد يقدر الدور التربوي الذي قامت وتقوم به ثقافة حق التقدير، خاصة إذا اختبر ثقافة أخرى غير ثقافته، أيضا تقدم الفرد مجموعة من الحلول لمواجهة المشكلات التي قد يتعرض لها وفق مكتسبات ثقافية جديدة، وأيضا تسهم في تنمية ثقافة الإنسان التي توفر له المعاني والمعايير التي بها يميز بين الأشياء والأحداث، صحيحة كانت أم خاطئة، عادية أم جادة، وهي أيضا تنمي لدى الفرد شعورا بالانتماء أو الولاء، تربطه بالمجتمع هي رابطة الشعور الواحد. فالتنمية الثقافية عن العملية الديناميكية تظهر صريحة في سلوك الإنسان خلال قيامه بنشاطه في المجالات المختلفة. أهداف التنمية الثقافية من وجهة نظري هي نقل الموروث الثقافي عبر الأجيال للمحافظة على المجتمع وتوسيع ثقافاته وتأمين استمرارها، أيضا تخليص وتنقية الثقافة المحلية مما رسب بها من شواهد وعادات تعمل على ترسيخ التخلف والقيام بغربلة هذه الثقافة وتحسينها وإرساء دعائم المصالح منها والمحافظة على ذاتيتها وشخصيتها المتميزة، أيضا تجديد الثقافة المحلية بتغيير وتطوير العناصر القابلة لذلك وتحسينها وتوفير الوسائل والسبل الممكنة لتحقيق ذلك مع المحافظة على الثوابت وترسيخها في شخصية أفراد المجتمع، أيضا تقصير جذور التثقيف الذاتي بين الأفراد وتسيير طرق ذلك وتوفير كافة الوسائل المساعدة عليه وتهيئة البيئة والمناخ الفكري والفني ونشر الوعي الثقافي بين الفئات العامة والخاصة وبناء مواطن واعي ومثقف قادر على مواجهة كافة التيارات والعقبات التي يمكن أن تواجهه، وأخيرا تكوين الفكر المبدع القادر على التقدم العلمي والتقني والاهتمام بالمواهب العلمية وتشجيعها وتوفير كافة الإمكانيات لها وتوفير الجو المناسب لنموها.
بالنسبه لاسس بناء الانسان في عصر العولمه هناك العديد من الاسس في هذا الجانب حاول ان استعرضها بصوره سريعه حتى نستثمر الوقت. الانسان الذي هدف ويهدف العالم الغرب الى تحقيقه منذ زمن بعيد وما هي سماته هو الذي يتميز بالسلاح التالي يتميز بقدره كبيره على تمثل معطيات التكنولوجيا الحديثه ومواكبه تطورها وتقادمها ايضا انسان متفرد بخصوصياته الذاتيه وبعيد عن الروح النمطيه ايضا قادر على ممارسه النقد والتفكير النقدي وايضا مشبع بامكانيات التعلم الذاتي والمهارات ويتميز بروح الابداع والابتكار والتجديد. إذا كانت هذه السمات الإنسان التي خطط لها الغرب وأخذ على عاتقه تحقيقها منذ مدة ليست بقليلة، فما هي سمات ذلك الإنسان الذي اجتهد الغرب في إنشائها وتحقيقها في المجتمعات النامية؟ نستطيع أن نعرفه بأنه الإنسان ذو البعد الواحد بطابعه الاستهلاكي والطيع والإنسان المشوه المختلف الذي يذوب ويغوي في ممرات السوق وفي متاهات الاستهلاك، وهاتان الصورتان تطابقان ما نجده في المجتمعات المهزومه ثقافيا وحضاريا التي تطابق صوره الانسان المنفعل، وهنا اقدم توصيفا يرسم لنا اطارا عاما للشخصيه المعولمه النموذجيه، شخص يرتدي اخر ما جاءت به عروض الازياء التي يلتزم حضورها لطقس لتغذيه الذوق الرفيع، يتناول اغلب وجباته في سلاسل المطاعم العالميه ويستقي معلومات من شركه عالميه، يتكلم باللغه الانجليزيه بمهاره وقلما يعرف شيئا عن اصوله، يقف الى الاعداء الايديولوجيين فالشخصيه المعلمه لا التزام لها ثقافيا ولا ايديولوجيا ولا قوميا ولا دينيا. اما الانسان الذي ينبغي لنا ان نسعى لبنائه وتنشئته وتربيته ونحن في خضم هذا العالم المتغير بسرعه الضوء فيمكن تلخيص سماته في الجوانب التاليه: تنميه الروح النقديه، تعزيز التربيه النقديه الجماليه، بناء روح المبادره والفعاليه، تعزيز القوة الأخلاقية، تعزيز النزعة الاجتماعية، تنمية روح الثقة بالنفس، وتنمية إحساس المسؤولية وبناء الأخلاق. وهي أيضا مجموعة من الأسس موجودة بإسهاب إن شاء الله في الواقع. ولكي نتمكن من مسايرة الرد والحاق به والحفاظ على هويتنا في آن واحد، فينبغي علينا الابتعاد عن التعصب والتمذهب الطائفية وتنمية التفكير بوسائل تربوية ثقافية متطورة ووضع سياسات وطنية راسخة وليس شعارات وهمية خاطئة والتفاعل بين تراث الأمة والحاجات المعاصرة والاهتمام بالسياسات الثقافية المعاصرة وتبني مبدأ الثقافة الحاسوبية والاهتمام بالأدمغة الفكرية والتربوية وإشراكها إشراكا فعالا في كل مجالات الثقافة والتربية والمحافظة على هويات المجتمع. بالنسبة لأثر وسائل الإعلام، وسائل الإعلام من جديد تتميز بقدرة عالية على شحن الطاقات و يعني بقوة هائلة وتفعيلها ودورها فاعل ومؤثر في قضية تنمية الثقافة وبناء الإنسان، ومن ثم خدمة مشاريع التنمية الشاملة، حيث تعتبر وسائل الإعلام والاتصال على الحصول محوراً أساسياً إزاء القضايا الاجتماعية والثقافية، نتيجة ما تتميز به من سرعة الشيوع. أيضاً، مع تطور طرائق الاتصال وظهور وسائل الإعلام الجديد، أصبحت من أفضل وسائل نقل الأفكار ونشر الثقافات وأشد عوامل التأثير في السلوك البشري وبناء الإنسان. بالنسبة للعلاقة بين الإعلام الجديد والتنمية الثقافية، أرى أنه كلما كان الفرد المتلقي لديه رغبات وإشباعات حول معلومات وقضايا ثقافية معينة، فإنه يتجه إلى وسائل الإعلام لإشباع رغباته وتطلعاته لما يسمى عملية التعرض الانتقائي، بمعنى أن الفرد المتلقي يبحث دائما في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة عما يتفق مع أفكاره واتجاهاته، حتى لو كان ما يبحث عنه المتلقي هو مشاهدة أفلام سينمائية أو سماع موسيقى معينة، فذلك يدخل ضمن إشباعات رغبات المتلقي أنفسهم. أحاول أن أتخطى هذه بسرعة تأثيرات المضمون الثقافي، التأثيرات الإيجابية، ولاحظ العنوان باللون الأخضر دليل على الإيجابية، هي موجودة يعني بإسهاب. التأثيرات السلبية، خاتمة البحث، عملية التنمية عملية مترابطة متعددة الجوانب والوجوه. والوجوه الشاملة لا تأخذ معناها الإنسان العميق، الإنسانية العميق إلا من خلال ارتباطه بثقافة الإنسان، ولا يمكن تحقيق نتيجة متوازنة ناجحة إلا من خلال دمج المعطيات الثقافية في فوضى عالية لتحقيق تلك التنمية. أيضا التنمية الثقافية لم تعد خاضعة للوسائل التقليدية في النشر، وإنما أضحت اليوم متأثرة إلى حد بعيد بالتقنية التي استطاعت القيام بالاختراق الثقافي، أي أن السيطرة أصبحت التكنولوجيا ومن يسيطر عليها بإمكانه بث الثقافة التي يريدها محملة الإيديولوجيا. وسائل الإعلام الجديد أصبحت أداة قوية لترويج سياسات القوى المهيمنة وبالأخص في المجال الثقافي، واعتبارا لأهميتها البالغة في هذا الشأن يطلق على هذه الوسائل الحاملة للثقافة.
التحول الجديد في مجال الإعلام أدى إلى تشكيل نظام إعلامي جديد وعالمي أيضاً يؤثر على البنى السياسية والثقافية والتنمية الثقافية وبناء الإنسان في المجتمعات حاملاً ضمنه أزمات اجتماعية وثقافية عديدة وعلى رأسها أزمة الهوية خاصة في تلك المجتمعات التي تستورد الثقافة الوافدة من دون مقدرة على الإنتاج. التوصية ضرورة أن تعمل الدول العربية على خلق منظومة ثقافية متكاملة تتخذ من وسائل الإعلام الجديد إحدى الميزات المحورية لدعم التنمية الثقافية والاستدامة. يجب العمل بدائم بشكل مستمر على خلق توادم ثقافية قادرة على حمل رسالة التنمية الثقافية والحفاظ على الهوية الثقافية المجتمع العربي المخاطر العلماء. تشجيع إنجاز الدراسات والبحوث وإنشاء المقاصد من خلال المعالجة والتحليل. أيضا احترام للوقت استعرضها لكم بالأخير هي 8 توصيات، هذه 4 موجودة في هذه الشريحة وهذه 4 في الشريحة التي تليها. شكرا لكم. شكرا للدكتور رياض على الورقه العلميه القيمه اللي تفضل بيها والحاجه الدراسه الاصيله، وهي زي ما قالوا حضراتكم موجوده في الاوراق بالتفصيل ان شاء الله ممكن يعني نطلع عليها. فكره الاعلام الجديد زي ما الدكتور شرح لنا مساله مهمه جدا، الاعلام الجديد يعني زي حضراتكم عارفين السوشيال ميديا والفيسبوك والوسائل الجديده يعني عليها كثير من علامات الاتهام في انها بتنشر ايضا هذه الخرافه وبتنشر كثير من القيم والمفاهيم الغيبيه اللي بتؤثر بالسلب على وعي المواطن العربي والانسان العربي. فعشان كده اظن ان مجال الدراسه العلميه اللي تفضل بها الدكتور ليها اهميه خاصه، وان شاء الله اكيد هو في المداخلات هيساعدنا اكثر وهيقول لنا على مدى موقع الاعلام الجديد في نشر فكره الخرافه والمجتمعات. ننتقل الان الى الورقه الثانيه. اولا طبعا قبل ما ابدا مع زميلي الدكتور قحطان اسمحوا لي ان ارحب باستاذي يعني شخصيا العلامه الكبير استاذ الدكتور احمد مرسي. نستمتع بحديث ان شاء الله بعد ورقه يعني الدكتور قحطان عزمان ودكتور قحطان من دولة العراق الشقيقة. دكتور قحطان الفرق برضه هو شاعر ورسام تشكيلي ناقد متخصص في نقد الإبداع الحديث، وهو عضو اللجنة المركزية للتميز المؤسسي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عضو هيئة الدراسات الاستراتيجية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عضو لجنة ألق بغداد للفنون مجلس الوزراء العراقي. أيضا له العديد من الدراسات والبحوث والمقالات والمساهمات في مجالات عربية وعالمية وحاضرة في جامعات عربية وعراقية. دكتور قحطان إن شاء الله سيشاركنا أفكاره في الورقة تحت عنوان بناء الإنسان ومعضلة الخرافة كيفية الخلاص من هيمنة الماضي على الحاضر. تفضل الدكتور وحضرتك أيضا. أصبحتم صباحا. شكرا جزيلا. أنا أعتقد أني في مهمة عويصة جدا لأني أتكلم في حضرة الأستاذ، التلميذ يتكلم في حضرة أستاذه الدكتور أحمد مرسي، وكذلك بجانبي إعلامية مرموقة وأستاذة للكثير من الإعلاميين العرب المتميزين. فمن جهتين أنا محظوظ بهذه الجلسة وأيضاً متواجد فيها. فلا أعرف، سأتحدث في ملعب وفي ساحة أحمد مرسي، فهل أكون موافقاً أم لا؟ قبل ذلك أريد أن أبتدئ بأبيات في الجواهر، حيث يقول في مصر: يا مصر تستبق الدهور وتعثر، والنيل يسخر والمسلة تزهر، وبنوك والتاريخ في قصبيهما يتسابقان فيسهرون وتسهر، والأرض ينقذ من عناية أهلها، نور يرف على ثراك ويزهر، يا مصر لم تقفز جمالك ريشة مرت عليه ولم يكنك مصور، يا مصر لله جوك أي مبعث فتنة حتى الطبيعة فيك
تتمص حتى الطبيعة عندك تتمصر. تخيلوا أن حتى الطبيعة تتمصر. أنا تمصرت ومنذ زمن بعيد، فكانت مصر هي انطلاقتي للفكر والحديث. أريد أن أنطلق في عجالة لأقرأ ملخصات لهذه الورقة. الورقة تتحدث عن مدخل فيه كثير من النقاط، ومن ثم تنطلق إلى تقسيم البحث إلى جزئين. الجزء الأول يتحدث عن توصيفات للخرافة، توصيفات للتراث، توصيفات للنص، ومن ثم تطرح مجموعة من الأسئلة، منها كيفية الخلاص من هيمنة الماضي على الحاضر، تسلط الأضواء أيضاً على دوافع الخرافة والوظيفة، أيضاً تطلق سؤالاً آخر كيفية التخلص من التفكير الخرافي، ومن ثم في المحور الآخر في بناء الإنسان، تجديد منابع الثقافة، صياغة إنسان جديد بثقافات بجذور ثقافية متعددة، وعي حديث في مواجهة وعي قديم كمحاولة لنقد مساهم، ومن ثم الاختيار. الحقيقة المشكلة هي بين الفصل بين الخرافة كمفهوم والتفكير الخرافي كأداة. إن إشكالية الخطاب العربي المعاصر في بناء الإنسان والانطلاق به من الواقع الثقافي الذي ينتمي إليه وعلى الأصعدة كافة تتمثل في عدم الوعي والتمييز بين مصادر الفكر والفكر نفسه، بين مصادر الحقيقة ومصادر الخرافة والميتافيزيقيا. ولذلك لا يأتينا الخطاب الفلسفي الرامي إلى بناء الإنسان بقدراته الحديثة إلا موهوماً، بل أحياناً نجده لا يعبر عن موقف عقلاني فلسفي، بل عن أيديولوجيا تربك المفكر وهو يبحث عن العقلانية، دون الرجوع إلى مصادر الفلسفة الأصلية في البحث عن معطيات العقل الإنساني. والانفراد به هو كموجود يفكر. ولعل من المفارقات التي نجدها تقول وبسذاجة غير مسبوقة أن العقل يمكن أن يكون متخلفاً أمام النصوص التي تخوضها حالة القداسة، ولذلك هو من يحتاج بالضرورة إلى النقد والتطويع لقبول ذلك النص والتعامل معه فلسفياً وكشف مبانيه الخرافية التي تحول دون بناء أواصر ثقافية تجمع الإنسان في أطر مجتمعية مستديمة التطور والنمو. إن نظرية الاتصال بين الفلسفة والدين، بين العقلانية والخرافة التي دعا إليها الفلاسفة العرب وفي مقدمتهم ابن رشد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة الذي قارب فيه حداً كبيراً المنهج الفلسفي الديني المقارن، كما اتقع ذلك في قوة أدلته العقلية في بحث العقيدة، يعد بحق أهم المحاولات وأنضجها. الجادة لتوظيف العقل توظيفاً يسهم في حلحلة الكثير من أواصر الجمود والتحجر، ومع ذلك فقد وقفت العقلانية العربية من الفلسفة والدين موقفاً واضحاً بين الاتباع والإبداع، فلم تنفع مشكلة العقل أو مشكلة النهل أي محاولة من التشكيكيين الذين أفشلوا على العقل دوره في الإدراك والتمييز والفهم بما عليه وإعداده في كل اتصال بين العقل والشريعة. ولا نغفل أيضاً المساهمات الحديثة في هذا المجال، ومنها مساهمة الدكتور طه حسين في رسم خريطة التجديد والتحديث، وإن كانت هذه المحاولة لا تخلو من الوقوع في التلفيق بين المذاهب الفلسفية واستخدام أدوات إجرائية تكاد تكون شبه متناقضة في معالجة مشكلات تراثية عريصة. وكذلك تعد محاولة محمد عبد الجابي محاولة جادة لتقصي مناهج الدرس العقلاني، ولكنه وقع أسير تفكيك التراث الفلسفي فسقط منهجه أسير فوضى أوروبية موهومة. وكذلك تعد تجربة جورج طرابيشي والمرحوم نصر حامد أبو زيد من أهم التجارب العربية في هذا المجال. نحن نحاول رد الهوة الكبيرة التي تفصلنا عن عصر العقل الذي ينبذ التحجر والتناقض ويسعى لقبول الآخر المختلف لوناً وعقيدةً وجنساً. ومن أجل الفصل بين آليات بناء الإنسان وهيمنة أواصر الخرافة التي تجره إلى عصور سحيقة، ينبغي التمييز بين التاريخين للعرب بحسب سليمان العطار.
تعريف منسي مقبول وتعريف معروف يعيش في ذاكرته الحيه جذوره القديمه التي انقطعت في الظاهر لتتفرع وتتكاثر كخلايا سرطانيه متعفنه في عقله الباطن. وهذه الجذور في انقطاعها المزيف وامتدادها الحقيقي المشوه والخفي تمثل قوه ايمانيه خرافيه قمعيه تهيمن على اشكال التفكير العقلاني العربي وتملا حياه الانسان العربي بسياق يجلد بها نفسه ويمزق ذاته فيذهب للبحث عن هويه في ركام كل هذا وذاك قاصدا ترميم ما تكسر بداخله. ومن هنا ينشا للمواطن العربي في حياته وفي وجوده ذلك المنزل الحرج القائم على الصراع بين الحاضر المتقدم المبني على اسس حديثه ومتطوره بشكل سريع والماضي المقدس المبني على اسس غيبيه مقيد بسلاسل الخرافه وسيجد نفسه امام احتمالين. فاما هو قادر على تجسيد ذاته بزمانها الوجودي الحاضر واعمال العقل من اجل حياه اكثر استقرارا واقل خوفا واكثر قبولا للمتخلف من باب للمختلف من باب التنوع والتكامل كما استطاع بلوغه مواطن يعيش معه على نفس الكوكب. واما ان يوقف عقله بذريعه الغيب والخوف والخرافه ويعيش في زمن غابر توقفت فيه اله الزمن والحضاره وتقدم العقل وتقدم العقل وتطوره وغابت فيه الاسئله ومن هنا سيغلب عليه التستر على ضعفه امام مواجهه الاسئله المصيريه التي تفرضها حركه الحياه. الخلاص كيفية الخلاص من هيمنة الماضي على الحاضر لعل سلطة التراث التي تحدث عنها الكثير من الكتاب والمفكرين العرب واحدة من أهم وأعقد المشاكل التي يعاني منها عالمنا العربي. ولكن هذه المشكلة في مجملها ليست دعوة ضرورة إلى نبذ التراث وهذا غير علمي وغير مصرف فإننا نستطيع حسب زكي نجيب محمود فإننا نستطيع أن أختصر كثيراً من تراث الأقدمين ما يمكن تطبيقه اليوم تطبيقاً علمياً ويضاف إلى القراءة الجديدة. ولكن زكي نجيب محمود وهو رائد المنطقية الوضعية وصاحب كتاب الموقف من الميتافيزيقية رغم أهميتها لا تنطبق كلياً على مفاصل التراث كله فهنالك من التراث ما لا يمكن الاستفادة منه بطريقة علمية وتطبيقية بل هو يخضع إلى معايير أخرى ألا وهي معايير المثل والمقدسات التي غلب عليها غالبا ما يكون الإيمان بها إيمانا تسليميا انقياديا كالأفكار والمعتقدات الدينية مثلا وكذلك المعتقدات الشعبية. وهذا ما يوقع الكثير من أفكار التراث في أحضان الإيمان الميتافيزيقي أو الخرافة التي تكون بالضبط من أعمال العقل فديمومة الخرافة توقف انسيابية أعمال العقل. كيف للخرافة أن تتربع في الأذهان في زمن يتصف بأنه زمن العلم إنها تسكن في الفجوات المعرفية الباقية خارج منطقة المعرفة وكلما أضاءت العلم والمعرفة شبرا من هذه الغياهب انسحبت منه الخرافة وهي تلمم أذيالها وتعصب عينيها. لعل أول من حلل الخرافة ولا يفتى ومالك في المدينة شتراوس حاول أن يتتبع دوافع الخرافة وأيضا دوافع الخرافة وأيضا أهميتها ووجودها وتكاثرها بين شعوب مختلفة من شعوب من الساكنين على هذه الأرض. لكن شتراوس بذلك فتح الباب أمام كثير من المفكرين ومنهم من أصل لها في الجانب الاقتصادي والجانب النفسي كفرويد أيضا. دوافع الخرافة هناك دوافع اجتماعية ودوافع الاقتصادية ودوافع النفسية أنا سأمر على ذلك بشكل عناوين كي أصل إلى خلاصات لهذا البحث وأستغل الوقت. كيفية الخلاص من التفكير الخرافي. إن التمييز بين الخرافة والأسطورة وبين الخرافة بعدها أدبا وحكاية شعبية وليست نمطا للتفكير يعد من أهم مقومات الفرار من أسرها المهيمن على العقل واستخدام أدوات العلم الحديثة. فالأسطورة قصة أو مجموعة من القصص تروى أبتر
تقوي افعال الالهه او مغامرات الاسلاف البطوليه دون الدخول في تفاصيل المكان والذي تجدرت فيه الاسطوره، لان المجتمعات باكملها تشتري في علاقاتها المتنوعه بالاسطوره كما يثبت ذلك ليفي شفرارس، ولكن القصص التي تروى على السنه الحيوانات وبهذا الفهم تكون الخرافه رساله فنيه قابله للاستثمارات، اقصد ان الخرافه بعدها ادبا شعبيا قابل للاستثمار والعيش في ثقافات متعدده وبين لغات مختلفه، فهي لا تزاحم الميدان العقلي ولا تمارس عمليه التدمير، بل تمارس وظيفه فنيه بغرض توصيل حقيقه اخلاقيه عامه، ولعل الخرافات في الحضارات اليونانيه والعربيه اشهر من الفكره. ما يجب العمل على تجنبه ومواجهته هو التفكير الخرافي الذي هو ضد من التفكير العلمي او التفكير المنطقي، ويعبر عن الاعتقاد في امور غير معقوله او غير موضوعيه مثل الاعتقاد في تاثير السحر وفائده التمائم وغير ذلك. فالتفكير الخرافي في ابسط تعريف له تفسير الظواهر العلميه والطبيعيه التي يمكن تحليلها واختبارها بشكل علمي دقيق بحوادث غيبيه محجمه للعقل وادوات المعرفه الحديثه. ان مظاهر التفكير الخرافي وان مظاهر التفكير الخرافي تعد من اخطر المشكلات التي يعاني منها مجتمعنا العربي في عمليه تجديد وبناء الانسان، تجديد منابع الثقافه. اعتقد ان تجديد منابع الثقافه واحد من اهم مقومات الان عمليه بناء الانسان. الان نحن نمتلك جيل يستطيع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، شبكات الانترنت، يستطيع ان يصل الى معلومات كان من الصعب او من العسير الحصول عليها سابقا وكانت ضربا من الخيال. الان هذا الجيل يكون ثقافه جديده، لكن هذه الثقافه متعدده الجذور، ستنتج بعد ذلك انسان مختلف لربما يتعالى او يقفز على موضوع الثقافات القوميه والثقافات الشعبيه. لعل الدراسات المقارنه كانت اول نقطه في البحث في هذا المجال، وبحث التاثير والتاثر في المدرسه الفرنسيه والمدرسه الامريكيه، لا في انتاج ادب خاص في الادب العام. الان على عاتق النقاد العاملين في مجال النقد الثقافي مهمه كبيره في مواجهه ذلك، لان الدكتور حنان كل شويه يدز لي ورقه، لذلك ساختصر كثيرا. في نقطه مهمه انا احاول اركز عليها خلاص وانتهي، هي ما انطلق منه المرحوم نصر حامد ابو زيد في عملية التجديد والنظر إلى هذا الشعار الكبير. نصر حامد أبو زيد حلل هذا الموضوع بشكل جيد وممتاز وأنا معه في ذلك، أن عملية التجديد ليست عملية طلاء للتراث. عملية كل اللي حصل حتى الآن أغلب حتى نكون علميين اللي حصل هو عملية طلاء للتراث دون التفكيك. نصر حامد أبو زيد يرى أن عملية التجديد تنطلق من منطلق آخر، هو عملية بناء منظومة جديدة لا عملية تركيبية تقوم على التوافق بين أجزاء ثقافية متناثرة. لا يمكن التوافق بين ما جاء به أوغن بروش وبين ما جاء به ابن تيمية. هناك هو وفاصلة كبيرة بين المنطقين، مع احترامي لكل الأفكار التي جاءت هنا والتي جاءت هناك. عملية التجديد إذا وقعت في خضم التلفيق سيكون هناك مشكلة حقيقية في دراسة الأشياء. أعتقد في عملية صياغة الإنسان الحديث أنا كنت أحاول أن أتطرق إلى مفهوم التبعية الذهنية الذي تحدث عنه المرحوم سيد البحراوي. من أخطر الأشياء التي يعاني منها العالم العربي هي عملية اشتراك الأفكار الآخرين والتسليم لها دون المساهمة والمشاركة في إنتاجها. عملية المساهمة والمشاركة في إنتاج الأفكار العالمية هي من ستكون المنطلق الحقيقي لوجود مجتمع عربي واعي بحاجاته. وأضرب مثال أخير وأختم به، مثلا فوجئنا قبل عقد ونيف أو أقل أن ظهور شبكة التواصل الاجتماعي اسمها الفيسبوك، لعل الدكتور تحدث عن الموضوع نفسه. الفيسبوك في ابسط تعريفاته كان وليد حاجه لهذه المجتمعات، مجتمعات تشظت فيها الاسره تحتاج الى جمع هذه الاسره في اطار واحد، في اطار غرفه افتراضيه، اسره افتراضيه يتبادلون فيها العلاقات، تمام. لكن عندما تصدر الى العالم العربي نحن بحثنا له عن حاجه غير موجوده،
فلذلك تجد الآن الأطفال والأولاد والأخوان في البيت الواحد يتعاملون بالفيسبوك للتخاطب وهم يسكنون في بيت واحد، لأننا بحثنا عن حاجة لهذا الموضوع ولم ننطلق من حاجاتنا الأساسية. لذلك شكرا جزيلا. نشكر الدكتور الخطاني على هذه الورقة القيمة والآية فكرة التنظير الفلسفي حول هذه التجديد والتجدد، وهي مسألة صعبة، فعشان كده احنا بنثمن الجهد الطيب اللي قام بيه الدكتور الخطاني في ان هو يقدم لنا فكرة يعني مسارات التجديد على مسارات الفلاسفة التاريخيين، ولو ان فكرة هيمنة الخلاص من الماضي إلى الحاضر يعني لا أعلم يعني حدثنا في المزيد من التفصيل استاذنا العلامه الدكتور احمد يونس في ذلك، يعني فكره الخلاص من الماضي الى الحاضر ليس دائما الماضي قبيحا، يعني ربما نحن نستلم من الماضي ما يفيد نستكمل عليه نجدد. هذه مساله يعني جدليه يعني لن اتحدث فيها كثيرا، ولكن كان مهم هذا العرض التنظيري الفلسفي لمحاولات التجديد وفكره اعمال العقل والعقلانيه. كيف يمكن ان ينعكس ذلك على الملعب الاعلامي؟ هو الشغل الشاغل للجماعه العالميه العربيه، وانا يعني انا سعيده ان بدا ينضم الينا يعني كبار الاعلاميين من مصر ومن الدول العربيه، يعني الاستاذ عبد الفوزي رئيس تحرير مجله نص الدنيا مؤسسه الاهرام، الاستاذه منال الدكتور رئيس قطاع الاخبار. فنشوف بقى موضوع الخرافه دي يعني في الاعلام ايه مشكلاتها دي هنحلها ازاي. طيب الان يعني ننتقل الى يعني انا شخصيا من ساعه ما بدانا نحضر هذا المنتدى انا انتظر هذا اللقاء، وكنت سعيدة الحظ ان اجلس يعني معي استاذي الاستاذ الدكتور احمد مرسي. حينما نتحدث حينما يذكر اسم الدكتور احمد مرسي فنحن نتحدث عن مدرسه خاصه في التراث الشعبي والفلكلور على المستوى العربي وعلى المستوى المصري طبعا. بعض من كل يعني وكلنا نعرف استاذنا الجليل هو استاذ الادب الشعبي والفلكلور في جامعه القاهره، وهو ايضا مدير مركز الفنون الشعبيه وزاره الثقافه من عام 76 حتى عام 78، رئيس تحرير مجله الفنون الشعبيه بالهيئه المصريه العامه للكتاب وزاره الثقافه عام 87، مستشار وزير الثقافه لشؤون التراث الشعبي عام 97، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لفن الكتب ووزاره الثقافه سابقا، حصل على جائزه الدوله التشريعيه في الفنون من المجلس الاعلى للثقافه عام 85، نقد امتياز مصر عام 91، وسام الاستحقاق المدني اسبانيا عام 92، وسام الفنون الجميله اسبانيا عام 92، جائزه الدوله للتفوق في الاداب من المجلس الاعلى للثقافه عام 91، وهو ايضا حاصل على جائزه جامعه القاهره التقديريه، جائزه نجيب محفوظ للابداع الفكري والادبي في عام 2006، والاستاذ الدكتور احمد مرسي حصل على جائزه الدوله التقديريه للادب من المجلس العام للثقافه في عام 2016. استاذنا الجليل سيحدثنا عن فكره الخرافه وبناء الانسان. تفضل معكم. صباح الخير واسعد الله صباحكم، واعتذر عن التاخير لسبب لا دخل لي به، احنا كنا في افتتاح معرض القاهره الدولي للكتاب لهجي، واشكر الله على ان انا عشت لكي اشهد اول معرض دولي، معرض الدوري الدولي للكتاب عام 69 في معيه استاذتي المغفور لها الاستاذه الدكتوره سيره قلموي ووزير الثقافه المحترم دكتور ساره بركاش. 69 كانت 19 50 سنه، يعني لكن لابد ان انا اذكر ان معرض هذا العام معرض التزامن في شيء مختلف في تاريخ مصر حقيقه من ناحيه التنظيم ومن ناحيه ينبغي ان يكون عليه معرض دولي للكتاب. هذا هو ما اثرني لانه انا من اخر الدنيا الى ام الدنيا. اولا انا اشكر ذكر اسمي اكثر من مره وهذا يخيفني، يعني فعلا اخشى ان اكون على قدر هذا الاسم الذي يتحدثون عنه ويشيرون اليه، ولن اتحدث كثيرا فانا لست مغرما بالتنظير ولا بالكلام الكبير، انا رجل متخصص في الكلام يعني بيسمون
البعض يسميه كلام فارغ ويسميه كلام العميق. شكرا دكتور عبد الله. ببساطه شديده جدا، وطبعا انا احيي الاخ رياض والابن احطام او الابن برضه رياض. لا اما حنان فحنان يعني ان انا قاعد جنب هذا الجمال الرائع وهذا الزميله الفاضله باختصار شديد. واحد، الخرافه شيء انساني مهما تحدثنا عن الخرافه فالخرافه شيء انساني، والخرافه في الحقيقه هي اساس العلم. عندما فكر الانسان مثلا لانه انا لا اتحدث مظلم، لا احب الحديث المظلم، لكن لعملي لكي تتضح الفكره. مثلا عندما فكر الانسان ان يطير، راى ان الطيور تطير وهو لا يطير، ففكر ان يطير. صار ما لازم يميز هذا الطائر من ذو اجنحه، حاول ان يصنع لنفسه اجنحه لكي يطير، صنع اجنحه ولم يطير. لكن عبر عن هذا الحلم في الطيران في انبساط السحر في الحصان المكان نحن يطير في الحواجين حكايه شعبي. حلم بان يحول الحجر النفيس من الحجر الخسيس الى حجر نفيس. لم يحول الحجر الخسيس الى حجر نفيس، طب يعمل حاجه لكي يحول الحجر الخسيس الى حجر نفيس بدا ياتي بالحجر ويضع محاليل واشياء وكذا. لم يحدث أن تحول الحجر الخسيس إلى حجر نفيس، لكن أصبح لدينا علم لا نستطيع أن نستغني عنه لا الآن ولا في المستقبل، هو الكيمياء، لأن الكيمياء عبارة عن تضع أشياء مع أشياء لتنتج شيئا آخر إلى آخره، فنحن نأكل كيمياء ونلبس كيمياء ونشرب كيمياء، الكيمياء في كل شيء. لم يطر لكنه صنع ما يطل به هو واخرون عمل الطير الى هذا الاساس. هذه الخرافات هي التي كانت الاساس العلمي، والخرافه موجوده ولا يستغنى عنها سواء اردنا او لم نرد، ونمارسها يوميا ببساطه شديده جدا. لا يوجد جريده او مجله او غيره إلا وفيها باب اسمه تخت اليوم حصل. والناس تقرأ هذا الكلام وتعرف أنه مفرق، ويعرفون من الذي يصنعه في الجرائد، سواء في الأعراف، في الأخبار، في التايمز، في الواشنطن بوست إلى آخره. لكنهم يقرأونها. وإذا أردنا أن نحلل حظك اليوم هذا، صدق أنه كلام ظريف جدا. سوف مثلا لو حاجه معايا جبناها هنا يجيبوا لنا امثله من المكتوب النهارده على سبيل المثال، لكن اعتذر ان حضراتكم في غنى عن ان ادرك امثله. نعم. لا مثلا مسألة الأبراج أكثر الكتب رواجا وانتشارا سواء في العربية وفي غير العربية الأبراج. أنا أقول جدا أقول بالكاد أقول بالجوزاء. والغريب في الأمر وهذا يقودنا إلى ما أشار إليه أحطام، أن أصبح هذا يؤثر في سلوك الناس. بمعنى وأنا سئلت بدل المرة ألف يا دكتور أحمد هو حضرتك برج إيه؟ أسألك دلوقتي. تقول برج لا حضرتك فعلا أنت برج كذا إلى آخره. للحد الذي اصبح هناك من يختارون شركاء حياتهم سواء من الصبيان او البنات بناء على توافق الابراج. اصل برج العذراء يتوافق مع برج مش عارف ايه، برج الاسد يتوافق مع السرطان الى اخر هذا. فاذا الخرافه هي ساده شيء انساني موجود، وفي هذه الحدود لا اظن ان هناك ضررا منه. الأخطر في الخرافة هو التفكير الخرافي، وأنا أشار إليه أحفظ. التفكير الخرافي
هو الأخطر. طيب إذا سألنا هحكي لكم حدوتة برضه عشان نشوف لكي نرى الخرافة وكيف صار الإنسان الشعبي هذا الكلام. أول حكاية في ألف ليلة وليلة وأنا يعني أذكرها لأنه بالتأكيد كثير من حضراتكم قرأ حكاية ألف ليلة وليلة. وإذا لم تكونوا قد قرأتم ألف ليلة وليلة يبقى عليها مع بعض من بعض. المهم من أول حكاية حكاية الصياد والعفريت وملخص القصة إن الصياد كان أسف كل يوم يرى البحر يصطاد يطرح سمكتين ثلاثة يكتفي واحدة يبيعها واحدة كلها هي وأولاده ويمني نفسه إنه يعني ربنا يرزقه. فقرر سحب تعالى حاجة ثقيلة فاستبشر خيرا سحب بقى سرقه في الحب مقفول فتح الحكم طلع مال شو بيت وبيت يا نبي الله قال له مش نبي الله قال له انت لا انت مش سيدنا سليمان قال لا مش سيدنا سليمان قال له خلاص اختار الموت اللي انت عايز تموت قال له انا طلعتك وانت تحتفين بالموت قال له انا في اول 100 سنه قلت اللي هيطلعني سأملك الدنيا كلها اللي باخدها في مدة السنة الثانية قلت اللي هيطلعني هأديه ثراء يغنيه هو وأولاده بالآخر. في المئة الثالثة ما حدش طلعني في المئة الثالثة قلت اللي هيطلعني هموته أنت طلعتني في المئة الثالثة. ماذا يفعل هذا الإنسان قليل الحجم الصغير أمام هذا المال بالضخم كيف يواجهه؟ فالصياد قال له أنت عايز تفهمني إنك أنت المهول الضخم ده كنت في الأم ده؟ قال له إيه؟ مش مسألة مش مصدقني أنا كنت في الأم. قال له لا أنت هرجس أو ما معناه كده وريني طب إزاي كنت في الأم ده؟ راح نازل أمه راح قافل عليه. حدوتة دي حدوتة لكن لها أمثلة في غاية الأهمية. لقد استطاع هذا الإنسان البسيط أن ينتصر على هذه القوة المخيفة بعقله. بعقله. إذن حواليك مش مجرد كلام فارغ بيتقال أو بتسلية الأطفال أقول لك إنها تحمل مضامين ثقافية وحياتية إلى آخره. سؤال يعني حضراتكم هتسألوه ما الذي يجعل الخرافة موجودة؟ الشكل الذي ينبغي أن نواجهه. الخرافة لها سبب رئيسي منذ بداية الإنسان إلى اليوم وهو الإحساس بالعجز أن أكون عاجزاً عن التفسير تفسير ظواهر الطبيعة أو تفسير حوادث تحدث لي من مرض من فقدان ثروة إلى آخره. عندما يعجز الإنسان عن مواجهة ما يحيط به سواء كان ظواهر طبيعية أو غيره مثلا وانا عشت ذلك اسره تصيب ابنها بمرض ما حار فيه الاطباء وفعلوا كل ما يستطيعون ان يفعلوه من اجل الشفاء يعني لم يتوقفوا عشان نبقى فاهمين راحوا للدكاتره واستشاروا ادويه الى اخره الى اخره ولا فائده. هنا احساس مؤلم بالعجز هذا الاحساس المؤلم بالعجز يجعل الإنسان لكي يكون قادرا على الاستمرار في الحياة أن ينسب هذا إلى قوة خارج ذاته. لا أصل حسد، لا أصل أمه جابت أربع صبيان وما كانش جابت أربع بنات وما كانتش جابت صبيان بسبب صرف الولد لما جه حسد فأصيب بهذا المرض. هناك تفسيرات كثيرة جدا 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 لهذا الموقف لكنها لا تأتي إلا بعد أن يستنفذ الإنسان ما يستطيعه من وسائل لكي يواجه هذا الإحساس بالعجز أو الخطر أو المرض أو إلى آخره. إذن الأمر الآخر أن هناك من سلوكنا ومن أفكارنا ومن فكرنا ما يجعل الخرافة تجد أرضا ممهدة للانتشار وللتأكيد. وأنا يعني وأمر إلى الله وأرجو ألا يعني يزعج هذا
بعضكم أن الدين والدين بريء من هذا. مرة أخرى، أن الدين وهو بريء من هذا منزه عن هذا تماما. للمرة الثالثة عشان ما يطلعش واحد يقول لي ازاي يا دكتور أنت بتتكلم واحدة ضد ويجعر، أنا مش فاضي للبيت. كويس؟ بقولها تاني. والدين للنظر العلمية مبرأ عن هذا تماما، منزه عن هذا تماما، يمكن أن يكون بتفسير معين ممهدا للخرافة ووجودها وانتشارها. كويس؟ بالنسبة لأي شيء إلى قوة علوية هي ما كانت هذه القوة، وبالتالي يشل قدرة الإنسان، مش زي الصياد بقى اللي وقف قدام العفريت وقال أنت بتهجص وأنت مش عارف. لا ده لا ده مكتوب عليه ما أعرفش إيه، ده كان الأماني ده فيه أصل 70,000 دابة، 70,000 لسان، 90,000 ما أعرفش إيه، إلى آخر هذا الكلام إلى آخره، عشان ما أطولش على حضرتك. وانا بس في عقول حضراتكم واحترم عقلي ايضا. انا مستعد ارى مئات الامثله لكن يكفي ان اظن كلامي واضح. طيب موافق هذا هنا بقى التفكير الخرافي لا ينشا من فراغ، انما ينشا نتيجه مجموعه من الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه التي علينا ان نواجهها. طهر الانسان يؤدي به الى عجز الاحسان يؤدي به الى الخرافه، تدني مستوى حياته يؤدي به الى، لانه في النهايه هو اراده الحياه تفرض عليه ان يستمر، ما يقدرش يستمر دون ان يفسر تفسيرا ما يريحه لكي يجعله قادرا على ان يستمر في الحياه. باختصار شديد انا كيف اقول، طيب كيف نواجه هذا؟ إذا علينا أن نحرر الإنسان، هذا الإنسان من عجزه. علينا أن نحرر عقل الإنسان مما يعوق تفكيره وانطلاقه. ولذلك أنا آسف أن أنا أقول أنا ضد مصطلح تجديد باختصار شديد. لأن تجديد يعني إيه تجديد؟ هذا الإنسان برضه طبيعي جدا. قد قرر الدكتور سعيد المصري أمين مجلس الأعلى للثقافة انه يجدد هذا المبنى. هيجدد المبنى يعني ايه؟ يدهنه، يبلطه، دورات المياه مش تمام فيعني نخليها قاعة كبيرة واحنا استنانا فنعمل القاعة قاعتين، لكن المبنى ده زي لا يا سيدي. إذا كان علينا أن نعيش في عصر جديد فعلينا أن نفكر بعقل جديد. خلاص؟ ولذلك تجديد الفكر الديني، لا نحن في حاجة إلى فكر ديني جديد. مش تجديد الفكر الديني. لا، نحن في حاجة إلى فكر ديني جديد لا يمس الأساسيات في هذا الدين والتي لا يختلف عليها أحد. وإنما نحن في حاجة إلى فكر ديني، ما بقولش دين جديد عشان برضه ما يطلعليش حد. يتنفخ ونعلم ان نقف عند حته ونثبت عليها، لكن تقول انا بقول تاني انا ما بتكلمش على دين جديد، انما اتحدث عن فكر جديد يتعامل مع ثوابت هذا الدين اللي هي ازمه نصر ابو زيد. لا نصر ابو زيد ده كان ملحد، ولا نصر ابو زيد كان انكر، ولا اطلاق. لما نصر ابو زيد عرفنا ان كان كده ما ينفعش، لكن للاسف الشديد نحن اعتبرنا ان ما قيل وما التاويل والتفسير ولا له نفس القداسه التي للاساس الدين هو القران الكريم. لا، القران الكريم قران كريم نزل من الله سبحانه وتعالى، نؤمن به الى اخره، نؤمن بالانبياء والرسل واليوم الاخر، كل الاساسيات. لكن لما تيجي تقول أصل أن الجن موجود في القرآن، واحدة أرادت إنها مش عارف إيه وجابت على طول أصلاً اتجوزت جن، لا يا حاج ما ينفعش. واضح كلامي؟
سامع لو اوضح جن جن موجود في القران على عين على راس ما بنكروش، لكن الذي انكره زي ما بقول تاني ان يجي الواد عبد الفتاح ده اهو يقول لي يا دكتور اصلا انا متجوز جنيه. هاخد الجزء ده يعني في الانجليزي قال لك سوري يعني في الانجليزي وبتاع كلام فرق ايه. نفس الامر فيما طبعا بكثير من مسارات حياتنا. الدين منها بريء. مره ثانيه الدين منها بريء، وبالتالي اذا اردنا فعلا ان احنا نتقدم علينا ان نضع هذا الاسلوب. نحن في حاجه الى فكر جديد في كل امور حياتنا، مستشرفين مع اشار اليه الزملاء وما ذكره علماء الاجتماع والاقتصاد والسياسه الى اخره، لكي نبني مستقبلا انا لم اشهده بالتاكيد، لكن واجبي ان انا اقول من اجل الاجيال القادمه الا تعيش فتاه تعيش ويحكم عليها هذا العالم الذي تحدث عنه دكتور رياض الاخ رياض، ونبقى احنا محميه طبيعيه يفرجوا عليها ولاد منهم. على فكره دول كانوا عايشين في البتاع وكانوا بيقولوا كان الى اخر هذا الكلام. انا اسف اذا كنت قاطعت. نشكر استاذنا الجليل الدكتور احمد مرسي طبعا على يعني انا يعني عايزين نسمع تاني يعني. لكن طبعا اكيد هنستفيد من سيادته في المداخلات بعد كده. فكره اعمال العقل فكره مهمه جدا في حفظ الاوراق الثلاثه. انا يهمني ان احنا برضه يعني ندير الحوار يعني لو نقدر ان احنا نساعد بعض في المشهد الاعلامي، لاي مدى ممكن ان احنا نساعد في تنقيه المشهد الاعلامي من هذه الخرافه، هذا الاحلال للتفكير النقدي العقلي، كل هذه الامور. سافتح باب النقاش لكن ارجوكم ان احنا يعني اسف تفهمكم، احنا عندنا يعني 20 دقيقه فقط للمحاضره، فانا بستعذر حضراتكم ان احنا نتفق على بروتوكول نقول دقيقتين المدخل دقيقتين، فبعد دقيقتين انا هدي المدخل. اتفقنا على كده؟ على فكره حاضر هنبدا النقاح حالا، بس طبعا اسمحوا لي ان احنا طبعا نرحب باستاذتنا الجميله استاذه الدكتوره عواطف عبد الرحمن استاذه الاساتذه يعني الدكتوره عواطف، وهي دايما واحنا في كليه الاعلام كانت دايما زمن تقول لنا فكروا سيبنا كده تقول لنا فكروا. فكره اعمال العقل دي يا دكتور احمد تعلمناها على ايدين استاذتنا الجليله، يعني ربنا يخلي حضرتك يا دكتور مشرفانا. لا بتشكري بقى كمان؟ ايوه لازم تشكري الاستاذه الدكتوره عليا شكري. طبعا طبعا بضم صوت الصوت، كنت ناوي بعد كده بعد ما انتهى ان انا اوجه شكر للعزيزه الغاليه عاطف عبد الرحمن والاستاذ محمد صالح اللي دايما يعني ينور كل منتديات المجلس الاعلى للثقافه. شكرا لك يا دكتور، شكرا للجماعه وزملائنا، لان فعلا قاعه ما شاء الله يعني اسم يعني اسماء عظيمه واحنا سعداء بتشرف حضرتك. طب اتفضل حضرتك. شكرا استاذه حنان. ممكن بس الاسم حضرتك يعني عرف بس الاسم. انا حسين كعسي مدير تحليل مدينه الراي استشار الشرف لوزير الثقافه ايضا. اشكر هذه الجمعه الحلوه اللي كانت جمعه انا بدخل مع اهلا وسهلا انت مش شكرا دكتور عواطف. حقيقه انا بدي وبسرعه عشان نكسب الوقت اشكر الدكتور استاذنا الحبيب احمد مرسي على تاكيده الدائم على مساله انه كل ما يهم فينا من الخرافات ليس للدين جانب، وايضا اشياء اخرى حتى لا نستفيد. الخرافه كانت شائعه في الجزيره العربيه وفي بلاد العرب والعالم كله يعني
منذ بدء الإنسان، منذ بدء علاقة الإنسان مع الجماد، مع الأرض، مع الماء، مع السماء، يعني كانوا يعتقدوا في الجفاف أنه إذا ربطنا قش وحركناه في ذيل ثور أو بقرة ممكن أنه نقلد البرق وتنطلق السماء وإلى آخر ذلك. يعني فيه موجود قبل الإسلام كثير من الخرافات ممكن نرجع لها، وهي كلها موثقة في كتب. السؤال للأستاذ أحمد الآن، ماذا يفعل بنا الإعلام الرقمي ولهذا العالم الافتراضي في هذه الجدلة الغريبة عجيبة ما بين التوثيق وما بين الخرافة وما بين إدخال السم بالعصر بهذا المعنى؟ وأيضا هذا السؤال موجه للدكتور قحطاني والدكتور رياض. نحن الآن في مسألة التجديد، الدكتور قحطاني استعرض كثير من الأسماء المهمة اللي احنا تعلمنا عليها مسألة التجديد. أنا أشعر أنه بلادنا العربية تحديدا والإسلامية لم تستفيد من هذا الفكر، بالعكس هي حاربته وقضايا معينة احنا يعني قتلناهم بهذا الرعب. شكرا. شكرا. اسم رفعت فكري أسيس جديد رئيس جنوب سكين الجديد. أستاذ دكتور أحمد مرسي أهلا. القصة رفعت فكري رئيس جنوب سكين الجديد أسيس بروستانتي. حضرتك يعني أفضت في المحاضرة الجميلة. واحد قال إن البشرية مرت بثلاث مراحل، مرحلة الخرافة ومرحلة الدين ثم مرحلة العلم. إيه رأي حضرتك في هذا الطرح؟ ثانياً، إيه الفرق بين الخرافة والأسطورة الغيبيات والسحر والحسد؟ هل في سحر وفي حسد حقيقي ولا دي حاجات مش حقيقية؟ سؤال ثالث، حضرتك قلت إن الخرافة مرتبط بالإنسان وحظة اليوم والأبراج، بس إذا كانت الحاجات دي خلي الناس مثلاً تتجوز بناءً على توافق الأبراج، إذا هذا التفكير تفكير غير علمي. أعتقد إن إحنا محتاجين في وقت إن إحنا نكون واضحين حتى لو نصدم العوام أن نقول أن هذه الخرافة نلغيها من وسائل الإعلام، نلغيها من الصحف، برامج تفسير الأحلام، الفضائيات، يعني لابد أن نواجه هذا بمنتهى الوضوح. طبعاً أنا أقدر اللي حضرتك بتتعرض ليه في الندوات وردود الأفعال، أنا مقدره وأنا طبعاً ما حضرتك بس واضح من كلام حضرتك، لكن أنا أعتقد لابد أن نصدم الجمهور بالحقائق حتى نستفيد منهم. شكراً. سيسي فاس، نأخذ من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاتب المحلي السياسي خالد حنفي المحامي، أمين عام كاتب الحركة الوطنية المصرية باسم دار السلام. وحضرتك، أنا من الباحثين في المجال الثقافي، عندي مشكلة في حاجات كتير جداً من المجهودات اللي حضرتك بتبذلوها كأكاديميين ما بتوصلناش، ما بتوصلش العوامل. مطلوب اتفاق تكون بينكم وبين هذا الزعب الفيزيولوجي، في برامج ثقافيه خاصه تنقلنا اللي بيضيف المؤتمرات مثل المؤتمر ده عشان نشوف. حضرتك عندنا فكره المفروض الكتاب الورقي ما بقاش متداول بشكل مكثف، ما بقاش فيه اطلاع، ما فيش وقت عند الناس تقرا لوجود وسائل التواصل الجديده دي. عايزين حضرتك الوزاره، وزاره الثقافه، وزاره التعليم العالي، أنا زعلت التلفزيون أتمنى مشروع الكتاب المسموع، يبقى فيه كتاب مسموع بتعليق صوتي بشكل جميل من الناس الفنانين اللي عندهم إمكانيات تعليق صوتي عشان الناس تسمع الكتاب أسهل، ما يبقى بيروح يسعى يشتريه وما بيقراهوش، يسمع السي دي وهو مسافر اسكندرية ورايح مشوار. ده أعتقد إن هو ممكن يكون شكرا. دكتور خالد، فكرة ممتازة. نسمع هنا بقى أصوات نسائية، يعني اتفضلي يا أستاذة. من هذا الدكتور رئيس قطاع الأطباق التلفزيون المصري. طبعا العرض بتاع الدكتور أحمد شيء أكثر من رائع، لكن أنا أحب أضيف حاجة، إن العجز عن التفسير بيخلق الخرافة، لكن أخطر من الخرافة من له مصلحة في استمرار الخرافة. يعني لو نتكلم عن مجال الإعلام، الناس بتخش تتكلم في التليفون في برامج معينة بتروج للخرافة، المستفيد منها أكثر حرصاً على بقائها من الشخص البسيط اللي ما عندوش خلفية علمية أو ما عندوش وعي.
فالاستثمار في الخرافة احيانا بيبقى فيه صاحب مصلحة ومدرك ان دي خرافة ومدرك ان ده فيه تضليل للجمهور، لكن هو مصلحته ان الخرافة تستمر وان حالة اللاوعي تستمر. شكرا استاذ منال. استاذ انس، اولا اشكركم على الجلسة الجميلة دي، انا استمتعت بكل الكلمات، يعني الدكتور احمد نورسي دايما بيفكرنا بالتراث الشعبي الجميل، واللي كمان عايزه بس نتذكر استاذنا وكاتبنا فاروق خاشق واستاذنا وكاتبنا شوقي عبد الحكيم، لهم كتب زي ما بيقول الدكتور احمد موجوده بتناقش هذه القضايا. احنا بدأنا على المايندسيت، انا مش عايزه اقول مايندسيت لان احنا مايندسيت 8 درجات غرب وبيربط بعض الانوار في المجوله، 25 قناه بتبث السحر والشعوذه دي موجوده بشكل كبير، قعدت اتابعها فلقيت نسبه المشاهده عاليه جدا، وبنعرفها من خلال التليفونات اللي بتدخلوا على الخبره. الحقيقه انا اندهشت لان واحده عايزه ما بتخلفش، عايزه يبقى عندها طفل، لما ترد عليها وتقول لها روحي لفي عند حجر معين 7 مرات واشربي حاجات كده من عند العطار، ها واعملي القطه اكتليها وموتيها واذبحيها وخدي الدم، دي خرافات، دي حاجه مصيبه، مصيبه لان احنا الجهل خلاص كده بقى في اجسادنا، فاحنا عايشين ربي جيل، يبقى احنا محتاجين برامج وده ناقشناه في لجنة الإعلام، وده احنا عايزين موجودين في لجنة الإعلام، وقلنا زي ما حضرتك قلت إن إزاي بقى البرامج الثقافية والندوات المهمة إزاي دي تبقى توعية للمشاهد للشعب المصري والعربي معا، ومن ده مثلا لمجلس وزراء الإعلام العربي. شكرا يا أستاذ. هو بس في نداء إن احنا هذه القنوات تغلق ببيان من مجلس وزراء الاعلام العرب لجامعه الدول العربيه. لا يمكن حصول تطور في مجتمعاتنا دون توطين التقنيات الحديثه ضمن مجتمعاتنا، هي مدخل اساسي للتطور، الا انه ما يحصل الان هو هشرة الأدمغة العربية الى الخارج. كيف يمكن التوافق بين توطين التقنيات الحديثة، تقنيات العصر، وما بين هجرة العلماء العرب الى الخارج؟ هون بصير في مفارقة ضخمة جديدة ضخمة، وهذا عم يساعد على بقاء الثقافة التقليدية اللي عم تحكي عنها السيدة، ثقافة السحر والشعوذة وهكذا. لذلك علينا أن نعيد النظر بالمناهج المدرسية والجامعية هي المدخل، وبدءاً بقراءة داروين. شكراً. شكراً. إحنا هناخد 3 مرحلات بس بناء على يعني طلب خاصة، ولو في وقت هنرجع. يعملوا حاجه مخصوصه لموضوع مهم، موضوع مهم. حاضر، اتفضل يا دكتور. هناخد من كل. شكرا جزيلا لجميع الاساتذه المحاضرين، وكانت عرف نفسك؟ كانت فعلا جلسه على مستوى عرف نفسك فقط. شكرا لك. شكرا لك. جلسه ليست الدكتور عبد الهادي البريد استاذ الفلسفه في الجامعه المستنصريه بغداد. شكرا جزيلا، لا اعطيك الشكر لان سيكون الموضوع فقط لدي مداخله بسيطه منهجيه من جهه الدكتور رياض حتى لا يكون محور الحديث فقط الدكتور احمد. كنت اتمنى على الدكتور رياض لا تكون الماده فقط فيما ينبغي ان يكون، لان ما ينبغي ان يكون ربما مفهوم منه. تحرك البحث فقط في هذه الدائره. كنت اتمنى ان يكون البحث فيما هو كائن. كيف يمكن ان نعالج بعض القضايا ليست في الامنيات وانما في تحليل الواقع وتفكيكه. دكتور قحطان لاحظت ان يعني الماده تسير بين ربط الخرافه بالدين وكان هناك تقابل او تزاوج بينهما. اعتقد ان هذه فكره يعني تحتاج الى وجهه نظر، وايضا تعليقه على فلسفه الخروج
ربطت بين العقل والنقل وكأنه أيضا الرشد زاوج بين القراءة والنقل، هذا كلام فيه نظر. الرشد يرى أن النقل أو الدين هو حامل لرسالة العقل على قاعدة واحتفوا بلا الله ولا أو لم ينظروا إلى ملك السماوات والأرض إلى آخره. نص حامد بن زيد محمد عبد جابر بن زكريا بن محمود ينتقي من التراب زكريا بن محمود ما يراه مناسبا ويرفض ما يراه مناسبا من طريقة الدقائق المنهجية العلمية غير صحيحة. نص حامد بن زيد حاول نبذ الدين أكثر من تجديد الدين، وين يكون كتب في تجديد الدين فقط ملاحظ على الدكتور أحمد فكرة زكريا فكرة تجديد وضرب في البناية هذه. أنا أعتبر حتى في البناية هو أيضاً ليس هو أيضاً محايرة، يعني فكرة دين فكر دين جديد أيضاً هو تجديد. شكراً يا دكتور. محرر علمي بمجال ساينتفك أمريكا بالطبع العربية والمنسق العلمي لمنطقة رسمة الكتاب. الحقيقة أنا بشكركم على عنوان الندوة، لكن أنا حابة أول حاجة أنا خريجة إعلام، والحقيقة اتعلمت من الدكتورة عاطفة عبد الرحمن إن مسؤولية الصحفي أو الإعلامي هو كل دور في تغيير المجتمع. إحنا بنقول الخرافة، طيب هل عملنا هل قام الإعلام بدور في مواجهة هذه الخرافة؟ هل قام كبار الإعلاميين والأسماء الكبيرة بدورهم اللي مروا بيهم واللي هم يعني لهم مصداقية كبيرة لدى الجمهور؟ لما بلاقي أسماء كبيرة بتستضيف من يروجون للخرافة في برامج لها مشاهدة عالية جدا. فالحقيقة أنا رأيي الإعلام الذي يقوم بذلك لو أنت حابب أن بما يسمى بما هو موجود بمصداق الصحفي والإعلامي. حاجة ثانية كمان، لا ده الجمهور لو حضرتك وكيلته صح هيتجاوب معاك صح. لما كان في برامج علمية متميزة وبدأت تجيب نتيجة حققت مشاهدة عالية تكاد تقارب وتزيد على المشاهدات اللي بتحققها الخرافة. فقط نوجه الناس للبوصلة الحقيقية انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية. شكرا. شكرا يا استاذة حنان. Okay, Justin John, Ingenuo Sudan. Can you introduce yourself, please? Yeah, Justin John, Ingenuo Sudan. مثلا. مثلا. انطلاقا من التعريف بتاع البروف حول مفهوم الخرافة، بتكون فيه مجموعة أسئلة. واحد، لماذا يكون الدين منزه عن الخرافة؟ اثنين، ماذا تعني بالدين؟ هل هي الدين السماوية؟ ولا الغير سماوية؟ ثلاثة، هل الخرافة نظرة دينية إلى الأفكار الغير دينية بمعنى الديانات السماوية؟ ما العلم أنه في مجموعة كبيرة جدا من الممارسات عندها جذور فيما يتعلق بالسحر، لكن في رأيي أنه في فرق كبير جدا ما بين الزيف واستخدام السحر أو الوعي السحري في تغيير وعي الناس والسحر نفسه كممارسة كمعتقد. لأنه في إفريقيا جنوب الصحراء مجموعة كبيرة جدا من الحقائق اللي بتثبت إنه العلاقة ما بين السحر والكجور مختلفة تماما، لأنها عندها علاقة بالديانات لكن هي غير الديانات المتعارف عليها سماويا. ففي لبس في التعامل مع الأشياء، فأريد تدينا مجموعة تفاصيل. شكراً. يا جماعة أعذروني، نضطر نوقف المداخلات عشان بس ده بناء على طلب السادة المتحدثين، فأعذروني وبعدين لو تبقى وقت ممكن إحنا ناخد جولة. نبدأ بالمداخلات. تفضل معايا دكتور. أكثر المداخلات انطلقت ليا، بس هحاول أن أكون ال الرد حرصا على الوقت. نعرف ان اساس الخرافه الله ما في التفسير، رغم التفسير ظواهر مش احدثه، فالانسان لا يستطيع ان يفسرها بما هو متاح له من امكانات ومن قدرات الى اخره. فتنشا الخرافه، تنشا الاسطوره بالمناسبه،
لأن الأسطورة كانت هي العلم والدين بالنسبة للناس الإنسان في مرحلة متقدمة في التاريخ، ما هوش الإنسان البدائي، لأن حتى تعبير الإنسان البدائي ده أنا بفهم الأنثروبولوجيون لأنه هو مفترض، لأنه ما تعاش الإنسان في المجتمع فقد خرج من حالة البدائية المفترضة إلى حالة أخرى. على أي نحو كانت هي وسائل بالنسبة للإنسان في هذه المرحلة لتفسير ما غامض عليه. واستمر هذا، لكن كان يفعل هذا باختياره أساسا، لأنه لا يعرف، فيحاول أن يجد أسلوبا لأن يعرف أو يفسر. المشكلة الآن أنك لديك علم تستطيع أن يفسر لك، يعني جزء من الأسطورة خاص بالعلم، أنا أقول علم ودين. الأسطورة كانت علم ودين بالنسبة لهذا الإنسان. بمعنى أنه كان يفسر هذا علم ودين، أنه كان يقوم بأداء طقوس عشان لا يسقط المطر، عشان أن يدفع كذا، أكيد ما نعرفه في هذا المجال، وطبعا ده يعني كلام كتير في هذا الموضوع. السؤال المهم جدا اللي طرح، ماذا عن الدين؟ أنا لا أفرق هنا بين دين سماوي ودين دين، دين عموما ما يعتقد الإنسان أنه يؤمن به، سواء كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى أو يؤمن ببوذا أو يؤمن ببراهما أو يؤمن أنه لا علاقة لي بهذا. أنا أتكلم في حدود مجتمعي وحدود ثقافتي، وأقصد هنا الديانات السماوية التي أعرفها وأعيش في إطارها وينعكس إيماني بها أو أقرأ على تفسيري للأشياء. ما زال الإنسان يا جاسم إلى الآن رغم كل التقدم العلم المذهل ورغم كل التقنيات اللي أشار إليها المستصفى الحال، كلما ازداد علما كلما ازدادت رغبته في أن يفسر، أحيانا أعجز عن التفسير إلى أهله. وعلى فكرة الخرافة ما تاخدش شكل السحر والشعوذة والطقوس تصنع الحسد إلى آخره. إخواننا أفلام السينما اللي موجودة، الافلام اللي على المتحولون، تقعد طول الفيلم بتتفرج على عربيات بتتحول لمش عارف كائنات عامله ازاي، بتطلع ازاي، بتعمل ايه الى اخره. هو ده شكل مستحدث بيستخدم تقنيات متقدمه جدا ويقدم لك حاجه تقعد تتفرج عليها وانت منبهر الى اخره. ما يفعله جيمس بوند وما يفعله مش عارف مين، يعني لو قعدنا نقول كده لازم نعمل حلقة أو ندوة خاصة بهذا المجال. هنا بقى نجيها واختصاراً من طبعاً العزيزة عواطف الرحمن، دخول الإعلام في مجال الإعلام جعل هذا الكلام ثم أنت بتعمل خدمات فضائية. أنا أولاً ضد الإغلاق بالمناسبة عشان لازم نغلق الأستاذ أنس، لا أنا ضد الإغلاق تماما، ضد الاغلاق في اي شيء، ضد المنع في اي شيء. لازم نثق في عقول الناس. بس اهو دور الدوله هنا يا ساده ان تقدم تعليما يؤكد العقل ويحترم العقل ويحترم انسانيه الانسان ولا يقلل من شانه ولا يجعله عاجزا ولا يحقر من شانه. لأن الإخلاء الخرافة ويجعل التفكير الخرافة، أنا قلت الخرافة موجود وهي شيء إنساني، لكن الأخطر هو التفكير الخرافة. ما الذي يدعو إلى تأكيد الفكر الخرافي؟ مصالح اقتصادية ومصالح سياسية وقوى اجتماعية مسيطرة تريد أن تفرض هذا لأنها تغيب الإنسان عن واقعه، وإنما تستطيع أن تمرر أي شيء. إذا أردنا فعلاً حقيقياً علينا أن نتجه إلى الناس، والناس التي ستقبل أو ترفض، بمعنى أن حضراتكم جميعاً كده لأنكم تعلمتم تعليماً جيداً، لأنكم تركتم، لأنكم طلعتم على الثقافات إلى آخره. مش معقول إن أنا حاجة بقى أتفرج أقعد كده أتفرج على حاجة سنية المغربية تجيب الأعمال المنسية وتجيب مش عارف إيه، يعني
كلام ممكن اتفرج عليها على فكره من قبيل التفكه ومن قبيل المعرفه للشيء عشان اعرف الناس بتفكر ازاي، لكن هل هذا هيخليني اكتب للحاجه الساميه المغربيه او للحاج مسعود المعبود؟ مش هيحصل. اذا لابد هنا بقى تاني اؤكد على دور الدوله في ان تلغي اسباب القهر والعجز وامتهان الكرامه وامتهان الحريه الى اخره. بالتالي هذا الانسان الذي تحترم انسانيته ويعامل باعتباره انسانا فورا له كل الحقوق في ان يمارس حياته وان يفكر هو اللي هيفرض الكرامه بتاعته. بعدين يا انس لما انتوا لما يطلع عندك 7000 قناه وعايزه تجيبي دخل بتاع عشان القمر اللي طلع تكلف 10 مليون. طب ما انت لما يجي حد يقول لك انا هدفع لك مليون واعمل قناه بتاخد المليون وتعمل له قناه يبخ فيها بقى اللي هو عايزه. بس انت خدت المليون عشان يبقى تحسب في ارباحك الى اخره. ربط هذا احنا بنتكلم في الكرافات. هو لما يطلع اعلان يقول انا ما استخدمتش الشامبو اللي معمول مش عارف من ايه وبتاع البنت اللي بتحبني هتسيبني لان شعري هيبقى اكل مش عارف ايه، ما حطيتش الفرفان الفلاني هتبقى ريحتي وحشه او هتبقى ريحتها وحشه فقط ما عايزها، وبعدين ما كانتش تغسل تحط بقى مش عارف هو ده ايه؟ يعني الخرافه مش مساله انه الكلام الكبير اللي احنا بنتكلم فيه، لا ده في تفاصيل كثيره 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 وصغيره جدا 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 نجعل من هذا التفكير مش الخرافه بس، التفكير الخرافي. الخرافه مش مشكله انما التفكير الخرافي هو المشكله، ومسببات التفكير الخرافي واضحه وموجوده ومستمره. اذا اردنا ان نستشعر في المستقبل على ان نبحث عن الجذور التي تجعل التفكير الخرافي قادرا على الاستمرار مؤديا دوره في تفريغ الوعي وفي تفريغ شحنات شعور وفي الرد على اشياء يعجز الناس. لما البني ادم يلاقي علاج صحي صح وعنايه به وانه طب يحتاجه يعني ليه؟ ما انا بقول اهو خلاص لما يلاقي تعليم صح مش بيقول له للبنت الصغيره اللي عندها 7 سنين انت لو شعره بدت مش عارف ايه ده في سيخ هيطلع من الفيديو تخش فيه ويطلع من ايه؟ لا فالبنت مش مرعوبه. تاكيد ثقافه الخوف يؤكد الخرافه وتفكير الخرافه. وللاسف الشديد نحن نعيش منذ عقود في اطار ثقافه تخويف تجعل الانسان العربي خائفا حتى من ظلمه حتى من ظلمه. وبالتالي عندما ينعكس هذا على خوفه من كل جديد على خوفه من المستحدثات على لانه خلاص انت اعرف انت كل بنت ما تيجي تبص كده الولد مش عارف ده انت هتتخزق عينيه، ده انت ما عملتش هيحصل لك، ده انت ما خليتش هيحصل. منتظرين من مين؟ منتظرين من انسان خائف ايه؟ مرعوب. مرعوب صح. مرعوب، منتظرين من هذا الانسان المرعوب ايه؟ ينتج ايه؟ يا سيدنا قانون والتاريخ ايه؟ الحضارة يبنيها الإنسان الحر بقى. لم يبني الحضارة عبدا على الإطلاق. إنما لم يبني الحضارة الإنسان الحر. لنجعل هذا الإنسان حرا في أن يفكر، في أن يجرب، في أن يخطئ وأن يرشده. لا أن يخيفه ونرعبه. إذا أردنا هذا أهلا وسهلا أردنا خلينا كده كويس. شكرا جزيلا وفي عجاله دكتور حسين.
الدكتور حسين طرح يعني سؤال مهم جدا. انا حضرت مداخله التميز في اليوم الثاني، كانت وزاره الثقافه الاردنيه طرحت سؤال مهم في رايي. ماذا تتوقع من وزاره الثقافه في وزاره جديده؟ يعني هي عمليه الفوكس وتسليط الاضواء بهذه الطريقه، ماذا نتوقع من الاسماء الكبيره التي ذكرت؟ لماذا لم يستفد منها العالم العربي؟ لماذا لم يستفد منها المثقف؟ الحقيقه العرب غادروا مرحله مهمه هي مرحله المدارس، يعني مدرسه طه حسين انتج مدرسه، امين الخولي انتج مدرسه، عبد الحميد يونس انتج مدرسه، والان عندنا مدرسه كامله اللي هي احمد مرسي، مدارس كبيره طه باقر في العراق. لماذا هذه المدارس غادرت؟ طبعا احنا لم نستفد من هذه الاسماء دكتور حسين لاننا نعمل بشكل فردي، والذي يعمل بشكل فردي هذه الجلسه هو العمل الصحيح، هي الخطوه الحقيقيه لانتاج فكره. العمل الفردي سيكون صاحب هذا المشروع منبوذ لانه مختلف عن الاخر. وعمليه الاختلاف في العالم العربي عمليه عويصه ممكن تؤدي بنصر حامد بن زيد الى التكفير والى الهجره، ممكن تؤدي باي مفكر الى القتل في الشارع كما حصل في كل البلدان العربيه. هذا سؤال. السؤال اللي حضرتك اثرته اخر، نحن امام تشظي الان للشخصيه العربيه، وهذا التشظي انا اشرت الى مساله النقد الثقافي. هناك لكل الجالسين في القاعه الان يتمتع بشخصيتين، شخصيه حقيقيه جالسه امام المنصه، وشخصيه افتراضيه بالتليفون ممكن يفتح تليفون يتحول الى شخص اخر مختلف تماما، له ميول مختلفه، له ناس، له متلقين، له جمهور مختلف. هذا ينعكس على عملية الثقافة، تلقي اللغة، تلقي المباني الثقافية الأخرى. أنا أعرج سريعاً على سؤال الدكتور علي وسؤال أخي جاستن. السؤال الدكتور علي من الطريف أنه يحمل السؤال والإجابة في نفس الوقت. السؤال كأني أربط الخرافة بالدين. نعم، أنا أربط الخرافة بالدين ولا أربط الدين بالخرافة. يعني الخرافة تحاول أن تربط نفسها بالدين، لكن الدين ليس بخرافة كما تفضل الأستاذ الدكتور أحمد مرسي. كثيراً من الأشياء احنا نلاحظها، ظهرت نظريات تقول أن الأرض منبسطة، ويظهر شخص يقول لك والأرض بسطناها، ومن ثم يأتي أحد يكتشف أن الأرض كروية، ليأتي شخص ليقول والأرض دحاها، وهكذا. عملية إلساك المصطلحات، القرآن أو أي نص ديني هو نص ديني اعتقادي، نقطة رأس السطر، لا يمكن أن يتداخل في منظومات أخرى وفي تحليل آخر. أنا لم أتحدث عن ابن رشد كأنه يعني أحاول تحليل هذه المنطقة باعتبار غير متخصص فيها بشكل دقيق، لكن ابن رشد هو المرحلة المضيئة في العقلانية العربية. ومع ذلك أن العرب لم يعملوا العقل إلا في منطقة متأخرة في العصر العباسي الثاني في منطقة الفلك. ومن ثم غادروا ذلك الى النص وتقديس النص واعمال او تطبيع العقل في سبيل فهم النص. السؤال اللي تفضل به الاخ جاستن، لماذا لا يكون الدين خرافه؟ هل الخرافه نظريه دينيه او نظره دينيه؟ ماذا تعني بالدين؟ اجاب الدكتور احمد. انا اعمل على تحقيق كتاب وعمل ببليوغرافيا كبيره مع الدكتور محمد سيد محمد عبد التواب، نحقق كتاب لشخصيه عربيه اسمه الاصابه في منع النساء من القراءه والكتابه. هذا الكتاب الف شخص الالوسي، هذا يحاول ان يجمع نصوص من النص من القران ومن الاحاديث ومن اديان اخرى، يشير الى ان المراه لا يجب تعليمها، بل يجب منعها من التعليم باعتبارها عنصر مكمل للرجل وليست هي عنصر ادمي مختلف. هذا تحول الى دين، تنسب مقولات الى الخلفاء والى ناس كثر بهذا المفهوم. انا سعيد جدا وشكرا دكتوره حنان لانك لم تكوني دكتاتوريه، كنت زارت هذه المنصه، وشكرا للحضور كنت تتدارك. دكتور حسين، تفضل. أتوقع أن بحاجة إلى العلاج بالصدمة، والعلاج بالصدمة دائما ما يكون يحتاج إلى جرأة، فلدينا الكثير من المفاهيم التي تحتاج إلى جرأة في أن يتم العلاج معها، ويبدو أن الجلسة
وخرافة وحاجة التأثير الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام عموما لا بد أيضا أن ننظر بنظرة تفاؤلية وإيجابية ورادعة. ما أدري يعني ما نسبة ما تشكل الخرافات لكون حضرتي بحضرة الأستاذ الكبير والدكتور الفاضل، يبدو أن هذا الحساب الذي يعني إذا رحته هو أن تأثير وسائل الاجتماع لها دور كبير جدا في موضوع بناء الإنسان المثنى المستدام الذي هو أساس يعني عنوان الورقة. وثني مما ذكره ايضا المحامي الراوي في عدم وصول المحتوى، نحن لدينا اشكاليه دائما الناس المثقفين يعيشون في ابراج عاجيه ويبتعدون عن المجتمع والجمهور البسيط. ما اجمل ان نقوم بتبسيط هذه اللقاءات في هذا المؤتمر وتحويلها الى كبسولات سريعه مقاطع بسيطه تنتشر على السوشيال ميديا. يعني انا اتفاجا يعني الناس في السعوديه ما عندهم خبر هذا المؤتمر اصلا الا في نسبه ضئيله جدا، والكل متفاجئ لما حط الخبر. ويبدو في مصر كيف سمعت الآن أيضاً لأنه جمهورنا إحنا نود أن يصل التأثير إلى فئة الشباب الذين هم يشكلون النسبة يعني الغالبة في جميع مناطق العالم، فلا بد أن نتعامل مع الموضوع بذكاء ونقوم بالتبسيط والتسهيل. يعني المحتوى موجود والثقافة موجودة، لكن المهارة في إيصالها بالطريقة المناسبة والمواكبة، أيضاً المواكبة المعاصرة. موضوع الاستثمار تأكيد أن موضوع الاستثمار هو مسير أساسي في موضوع الإعلام، لكن ما أجمل أن يكون الاستثمار في القيم. طبعاً هي موضوع تحدي صعب ومعادلة صعبة. لدينا في السعودية مجموعة من التجارب لكنها قامت على سبيل التطوع وليس على سبيل يعني الجهات الحكومية والجهات الرسمية. الشباب دائما ما يخلقون الحرف. بالنسبة لموضوع توطين التقنية وهجرة العلماء العرب، أنا أشرت لذلك في رسالة فعلا لدينا هجرة للعقول العربية لأنه لم يتم الاحتفاء بها، فآن الأوان أن يتم استثمارها والتعامل معها. إذا كان أشكر الدكتور علي على يعني إضافته والملاحظة في موضوع البحث، وأنه من المفترض أن يعني يناقش ما هو خيال وليس ما هو أماني، لكن دائما العيش بالخيال الأماني لطيف وجميل لكنه منطلق أيضا من أرض الواقع. شكرا جزيلا وأنا سعيد جدا. أنا أشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء.